اختار المصريون أن يمنحوا الخبز لقب العيش لأنه مرادف الحياة، لكن الحكومة تخطط منذ سنوات طويلة لرفع الدعم نهائياً عنه، كما حدث مع المحروقات والكهرباء وسلع أخرى تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولية. وكان الخبز في نهاية طابور السلع المدعومة خوفاً من ثورة الفقراء. والآن حان الوقت للتغيير الكبير، فمصر تستعد لإلغاء الدعم نهائياً عن رغيف العيش لتنفيذ آخر شروط صندوق النقد. جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 سغدة يزيد تمن. خبز الفقراء على صفيح ساخن. أول انتفاضة مصرية بسبب الخبز كانت عام 2200 قبل الميلاد في عهد الملك بيبي الثاني الذي حكم البلاد أكثر من 96 عاماً. وفي 1977 حملت ثورة المصريين اسم انتفاضة الخبز لأنهم خرجوا إلى الشوارع بعد الإعلان عن رفع أسعاره. آخر انتفاضة مصرية رفعت شعار الخبز كانت في 2011 عندما اندفعت الملايين تهتف عيش حرية عدالة اجتماعية. عيش حرية عدالة اجتماعية. بين الثورتين عشرات من انتفاضات الخبز في وادي النيل، وكان السبب فيها غالباً نقص مياه النيل وندرة القمح. هذه المرة يدور الحديث عن خبز الفقراء لكن من باب الدعم. وأقول إن أنا عايز أدي لأولادي أكل ب 8 مليار جنيه في السنة، مش موجودين الفلوس. الكلام ده لازم يتوقف. يقول التاريخ إن كل محاولة للاقتراب من رغيف العيش المدعوم تكون أقرب إلى معركة حربية تستدعي التجهيز والتمويه والخداع، لكن مصر الآن اختارت فتح المعركة بصورة علنية ومباشرة دون الحاجة إلى تجميل الخطاب أو تدريج العبء على الفقراء. على الهوى أنا بقولها على الهوى لكل المصريين، هذا الأمر لازم يتوقف. قبل أن ينتبه الفقراء لما يعنيه الرئيس بتوقف الدعم، كانت الجهات الرسمية قد رحبت بالفكرة وبشرت بنتائجها العظيمة. وزير التموين بدأ فوراً في دراسة الزيادة المحتملة وموعد تطبيقها. شعبة المخابز قالت إن رفع سعر الرغيف تحرك صائب تأخر 30 عاماً، وحي البرلمان الرئيس لصراحته وقدرته على الخوض في القضايا الشائكة، لكن أحداً لم يصحح ما ورد في الخطاب من معلومات عن الدعم. ما بقولش إن إحنا نغليه قوي زي ما بيتكلف علينا 60 ولا 65 قرش. هذا رقم صحيح قبل النظام التمويني الجديد وتقليل وزن الرغيف، أما الآن فيصل دعم الرغيف الواحد إلى نحو 33 قرشاً. الخبز المدعوم للمصريين يكلف الدولة 44 مليار جنيه سنوياً. الدعم يمنع سقوط 12% من العائلات المصرية تحت خط الفقر نهائياً، لأن 60% من المصريين يعتمدون على الخبز المدعوم، ويبلغ عدد المستفيدين منه نحو 72 مليون شخص. رغيف العيش في مصر عقد اجتماعي حقيقي بين الدولة والمواطن، وغالبية مستحق الدعم في مصر يحومون حول خط الفقر بدخل سنوي يصل إلى 560 دولاراً أو أقل من ذلك أحياناً. وهكذا يترقب عشرات الملايين حجم وسعر الرغيف الجديد، ويتذكر غالبيتهم أنهم هتفوا في أيام مبارك الأخيرة لعدة أشياء كان رغيف العيش فيها يسبق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.